قال محمد هو ابن الجزر يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. كالقول في مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر والوقوف. من الفوائد التي قدمها هذا هذه أولى الفوائد التي قدمها بين يدي أصول القراء وفرشهم، فقال كالقول يعني هذه التشبيه يعني للفوائد التي سيذكرها، كقوله في مخارج الحروف. ومخارج الحروف هي من أهم الأبواب التي ينبغي أن يتقنها من يريد التوجه إلى علم القراءات، وسيأتي الكلام عليه. فهو تكلم عن المخارج أولا، والصفات أتبعها بالصفات، ثم كيف يتلى الذكر اللي هي مراتب القراءة، والوقوف تكلم عن يعني أنواع الوقف وما يتعلق بذلك. نأتي لتفصيل هذا الكلام. قال كالقول في مخارج الحروف، المخارج هي جمع مخرج، وهو موضع خروج الحرف من الفم، يعني من ذلك الكلام الذي سأقدمه كفوائد الكلام على مخارج الحروف. طبعا أغلب المصنفين في علم القراءات لم يذكروا في كتب القراءات، يعني قد تكون لهم مصنفات منفردة في المخارج والصفات والتجويد وإلى آخره، لكن يعني مما امتازت به هذه القصيدة أن ناظمها رحمة الله يعني بعد أن ذكر يعني القراء العشرة وطرقهم وما يتعلق بذلك واصطلاحه ورموزهم ثم اصطلاحه في ذلك، تحدث عن مخارج الحروف وصفاتها. وأغلب المصنفين في القراءات أغفلوا هذا وتركوا وأحالوا إلى كتب الإيش التجويد. وأما الشاطبي رحمة الله عليه فإنه ذكره في آخر الكتاب، قال باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها، هذا في آخر بعد باب التكبير في آخر الكتاب. وطبعا طالب القراءات يحتاج إلى هذا قبل الشروع فيه. فكان صنيع ابن الجزري في الترتيب أولى من صنيع الشاطبي رحمة الله عليه. وقوله وكيف يتلى الذكر، أي يعني كيف يتلى القرآن وكيف يؤدى من التجويد والتحقيق والتصحيح والحدر والترتيل والتدوير ومراتب القراءة، وسيأتي الكلام عليها بعد الكلام عن المخارج والصفات. قوله وكيف يتلى الذكر والوقوف، الوقوف هنا معطوف على الحروف، هو قال كالقول ها في مخارج الحروف وكالقول في الوقوف، كالقول في الايه الوقوف او معطوف على مخارج الحروف مع مخارج يعني. فكما سيتحدث عن مخارج الحروف سيتحدث كذلك عن كيف يتلى الذكر يعني مراتب القراءة، ويتحدث أيضا عن
الوقوف. الوقوف هنا يقصد بها الوقف والابتداء، يقصد بها باب الوقف والابتداء. ثم شرع في بيان هذا الأمر فقال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. طبعا قبل أن يعني نتحدث عن مخارج الحروف، احنا لو يعني طولنا الكلام فيها سيستغرق الأمر يعني محاضرات كثيرة، ولكن يعني احنا نأخذ يعني شيء مقتصد ومختصر جدا، لأنه يعني المقام يقتضي ذلك الاختصار. ومن أراد التوسع فهناك يعني كثير من الدروس والمحاضرات وفي يعني التفصيل هذا الأمر، يعني من أهمها محاضرات الدكتور أيمن سويد، له يعني برنامج الإتقان في تعليم القرآن، وله أيضا محاضرات في المخارج والصفات كثيرة ومنتشرة على اليوتيوب. ويعني العبد الفقير سبق أن شرح الجزرية في محاضرات أيضا موجودة ومتاحة على قناة المقرأة، فمن أراد أن يرجع إلى التفصيل فيها. وإحنا هنا سنتناول يعني شيء موجز، إشارات إلى هذه الأمور. قال: مخارج الحروف 17. طبعا هناك خلاف بين الأئمة في عدد المخارج، فهناك من يعني جعلها 17 وهو اختيار ابن الجزري رحمة الله عليه، وهناك من قال 16، وهذا كان القول الأشهر إلى أن أتى ابن الجزري، هذا كان القول الأشهر إلى أن أتى ابن الجزري، وهو الذي سار عليه سيبويه والداني والشاطبي وغيرهم، وكان هو الأشهر بين أئمة التجويد. لكن لما اختار ابن الجزري القول بأنها 17، هو فقط أضاف مخرج الجوف اللي هو عند الخليل، أخذ مخرج الجوف اللي عند الخليل وأضافه إلى مخارج سيبويه 16، فأصبحت إيش؟ 17. هذا كل الموضوع، يعني ما في اختلاف بينه وبين سيبويه إلا أنه أضاف مخرج الجوف اللي هو من اختيار الخليل رحم الله الجميع. فقال: على الذي يختاره من اختبر، أي أن يعني من له خبرة بالمخارج والصفات، ومن له دربة وعلم واطلاع ودراية بأقوال الأئمة في هذه المسائل، اختار من بين هذه الأقوال أن المخارج 17. طبعا هناك من ذهب إلى أنها 14، أسقطوا يعني مخرج الجوف وجعلوا اللام والراء والنون من مخرج واحد، وهو مذهب الفراء ومن وافقه، وفي من جعلها بعدد الحروف، ها؟ وقال: والكل تقريب، لكن على الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة. وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال، وإنما أقواها هو يعني 16 أو 17. ونحن سنمضي على طريقة الجزري الذي نشرح منظومته أنها 17 مخرجا. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، طبعا في ضبط هذا البيت في خلاف يعني في كثير من النسخ، فالجوف للهاوي وأختيه وهي حروف مد للهواء تنتهي، فالجوف للهاوي وأختيه وهي حروف مد للهواء تنتهي. عندنا في هذه النسخة: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، والأمر كله قريب، وخلافات النسخ يعني أمرها
في الغالب قريب، ويعني في الغالب الأعم أنها يعني ليس لها كثير تأثير في المعاني. فألف الجوف وأختاها وهي. طبعا قبل أن يعني نتكلم في تفصيل الحروف يعني نشير إشارات سريعة إلى بعض الأمور الهامة. هناك من يقول مخارج عامة ومخارج تفصيلية. هذه 17 التي ذكرها ابن الجزري هي المخارج التفصيلية للحروف، اللي يجتمع في كل مخرج حرفين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل أو حرف واحد. هناك مخارج عامة تضم هذه المخارج التفصيلية. فالمخارج العامة على حسب تقسيم ابن الجزري 5. المخارج العامة على حسب تقسيم ابن الجزري 5. هو بدأ بالإيش؟ بالجوف، ثم الحلق. الجوف فيه كم حرف؟ 3 حروف، لكن في مخرج واحد فقط. والحلق فيه 3 مخارج فرعية، حرف فيه 3 مخارج إيش؟ فرعية. ثم بعد ذلك اللسان، لسان طويل طبعا، في 10 مخارج فرعية. إذا صاروا كام الآن؟ 14. ثم بعد ذلك الشفتين، والشفتين هذه فيها يعني الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، هذه اللي هي الفاء، وفي الواو والباء والميم، فهذا المخرج يعتبر الإيش؟ الرابع. وفي بعد ذلك الإيش؟ الخشم. فهذه المخارج هي 17 تفصيلا و 5 مخارج عامة تضم هذه المخارج 17. أيضا مما يقولون عنه، وهذا متعلق بكلامنا عن حروف المد، يقولون يعني مخرج محقق ومخرج مقدر. خلينا نتكلم عن المحقق والمقدر بعد ما نتكلم عن حروف المد، لأن هذا اللي يبينها أكثر. أيضا مما يتعلق بهذا الأمر قبل أن ندخل في تفاصيل الحروف والمخارج، يقولون إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف فشدده أو سكنه، شدده أو سكنه، أدخل عليه همزة الوصل بأي حركة، يعني تقول أب، تقول إب، تقول أب، كل واحد أدخل عليه همزة الوصل بأي حركة، فحيث انقطع الصوت فهو إيش؟ مخرجه. طبعا هذا حيث انقطع الصوت، هذا بالنسبة لحروف إيش؟ اللي هي لها مخرج إيه؟ محقق، خلاص انتهى الصوت. أما حروف المد فيقال إن مخرجها إيش؟ مقدر، لأنه تستطيع أن تمد بها نفسك ما شئت، وسنتكلم بذلك بالتفصيل لما نقول حروف مد للهواء تنتهي. فالمخرج المحقق هو الذي يعرف له الطرفان، يعني ينقطع الصوت في مكان معين، ينقطع الصوت في مكان معين، فهذا إيش؟ لكن في نقطة مهمة لابد أن يعني تضبط كلامك هذا على ما ذكره العلماء في المخارج، لأن في البعض يعني إحنا الحمد لله كلنا عرب تقريبا، يعني في اللي يتلقى القرآن ليسوا العرب فقط، بل العرب هم أقل من يتلقى القرآن، بمعنى يعني هم بين المسلمين عموما هم ليسوا الأكثرية، يعني من هم من المسلمين وليسوا عربا هم أكثر من العرب، ربما أضعاف العرب. فالكلام هذا يعني، وهذا أيضا ينطبق في صحة التطبيق هذا على العرب، يعني الفصحاء الأقحاح الذين لم يخالطوا عجمة، لا تعلموا لا فرنسية ولا ألمانية ولا إنجليزية ولا أي شيء، هم عرب وبس، ولم تخالطهم اللهجات المحلية، فهذا إذا نطق بالحرف يأتي به من المخرج كما وصفه الأئمة. أما نحن فنحتاج أن نضبط هذا بتوصيف العلماء، نضبط هذا بتوصيف العلماء. إن احنا مثلا عندنا في مصر ما نقول، في غالبية مصر ما نقول جيم، صح؟ الغالب يعني نقول جيم، وهذا هو كصوت
من الحروف اللي هي يعني بيعتبروها غير الفصيحة، هذا إذا اعتبروه يعني يعتبرونه من الحروف غير الفصيحة. فنحن لا نقيس على لهجتنا المحلية، وإنما نقيس على توصيف العلماء للمخرج، ونتدرب على التوصيف الذي ذكروه. ما كل واحد ينطق حرف، أنت تسمع مثلا الإخوة الفلبينيين ولا شرق آسيا ولا كذا ولا حتى الأوروبيين، يعني إحنا مثلا تعلمنا شيء في اللغة الإنجليزية، في أصوات كثيرة عندهم مش موجودة عندنا، كصوت الصوت نفسه مش موجود. فكذلك ما تسمع مثلا تطلع أصوات كده ما تدري من وين بيخرجوها. فإحنا لما نقول أنه يعني تنطق الحرف ساكنا أو مشددا وتدخل عليه همزة الوصل وحيث انقطع الصوت فهو مخرجه، يكون هذا تضبطه على توصيف العلماء للمخارج ولا تضبطه على نطقك أنت، لأن قد يكون نطقك صحيحا وقد يكون غير صحيح. فإنما ننظر إلى ما سطره العلماء في كتبهم وما يعني وصفوا فيه المخارج وصفا دقيقا ونطبق على هذا الكلام. نقول هذا لماذا؟ لأنه يعني العلماء ما جوا كده، جاء مثلا الخليل ولا سيبويه ولا جاء كده وقعد وراح كاتب هذا المخرج هذا وهذا، ما هو كده. هذا من نطق الفصيح للحرف ومن سماعه للعرب كيف يقرأ ينطقون الحروف ومن تجربة للصوت وإلى آخره، يعني ما هو كتابة كده مجردة، وإنما قد يكون في بعض مصطلحاتهم شوية فيها اختلاف عننا الآن، مثلا كبعض الأشياء اللي سميت مؤخرا بأشياء أخرى، لكن هم توصفهم للحرف وفصاحة الحرف وصف في غاية الدقة، في غاية الدقة سواء الحرف مخرجا أو صفة. بدأ بأول حرف هو أو بدأ بالحروف الثلاثة اللي هي حروف الجوف، وحروف الجوف احنا قلنا ان يعني سيبويه ومن وافقوه لم يعني يعتمدوا الجوف مخرج، وانما وزعوا حروف الايش حروف الجوف على المخارج الاخرى، فوضعوا مثلا الالف في اقصى الايه الحلق مع الهمزه والهاء، وضعوا الواو والياء المديه مع الواو والياء الايش اللينه من وسط من وسط اللسان أو من الشفتين. المهم عند ابن الجزري فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. طيب هو قال الجوف، ما هو الجوف أصلا؟ الجوف هو الخلاء الواقع في الحلق وفي الفم، الخلاء الواقع في الحلق وفي الفم، والحلق في مفهوم أهل التجويد يشمل أمرين عندنا في العلوم اللي درسناها، يشمل الحنجرة والبلعوم، يشمل الحنجرة والبلعوم مع بعض، دول عند أئمة القراء وعند المجودين هذول مع بعض هما إيش؟ هما الحلق. فالجوف هو الخلاء اللي في داخل الحلق الفاضي، المكان يعني الخلاء الفاضي في داخل الحلق وفي داخل وفي الإيش وفي الفم. فلذلك قال حروف مد للهواء تنتهي، وإنما نسبنا إلى الجوف لأنه مبدأ النطق، يعني هو مبدأ النطق من الجوف ثم يمر على كل هذا الإيه الهواء على كل هذا الفراغ. وقال للهواء تنتهي لأنها ليس لها مخرج محقق، احنا نقول أب أت أق، هذا عندنا إيش الصوت بينقطع بيتوقف، أقول أف أم أب أض أط، هذا هنا ينقطع الإيه الصوت، هذا المخرج الإيه المحقق. أما المخرج المقدر ما أقول مثلا أقول أو إي، أستطيع أمد؟ أيوة أستطيع أمد، ممكن أقول حد ما ينقطع عندي البنزين خلاص أقول
لذلك هي حروف مد للهواء، تنتهي تنتهي بانتهاء الهواء، انتهاء النفس اللي عند الإنسان. وقس على ذلك الإيش؟ الواو والياء، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. وبدأ بالألف لأنه هو الأصل وليس له يعني قيد. الواو والياء يقولون يشترط للواو والياء أن تكون الواو مضموما ها ما قبلها والياء مكسورا إيه ما قبل، أما الواو والألف ما يشترطون، لأن الألف يعني دائما ما قبلها مفتوح، ما يتأتى ألف ها، بل يستحيل أن يؤتى بألف قبلها غير الفتحة، ما يمكن، الألف لا يعني لازمة الفتحة، فلا يمكن أن تأتي بألف وليس قبلها فتحة. وخذ بالك في حاجة اسمها ألف وفي حاجة اسمها همزة، الهمزة شيء ثاني، الهمزة شيء غير الألف، الألف اللي هو المد، المد هذا غير الهمزة، الهمزة شيء مختلف سيأتي الكلام عنه. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد لها، تسمى هذه الحروف حروف المد، وتسمى حروف اللين، وتسمى جوفية نسبة إلى الجوف الجوف، وتسمى أيضا هوائية لأنها يعني عبارة عن هواء، عبارة عن هواء. وقالوا إن كل حرف مساو لمخرجه إلا حروف المد، كل حرف مساو لمخرجه، أب أق أط هو خلاص هو المكان اللي فيه بس، أما حروف المد فليست مساوية لمخرجها لأنها تستطيع أن تمد بها الصوت متى شئت. بعد ذلك انتقل من مخرج الجوف إلى قل لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء. يعني احنا يعني نريد أن نختصر بس أحيانا يطول بنا الكلام. انتهينا من حروف الجوف الثلاثة الألف والواو والياء، وعندنا لأقصى الحلق همز هاء، احنا عندنا الحلق هو مخرج يعني عام تندرج تحته ثلاث مخارج فرعية. قال وقل لأقصى الحلق همز هاء، وقل لأقصى الحلق همز هاء، ففي أقصى الحلق هناك حرفان الهمز والهاء، وقيل الهمزة قبل أو الهاء قبل يعني، وقيل هما على مرتبة واحدة من نفس المكان، وهما يخرجان من أقصى الحلق اللي هو الحنجرة، يخرجان من عند الحنجرة الهمز والهاء، ثم لوسطه فعين حاء. احنا الآن المخارج يعني أصل الصوت هو من هواء الزفير ولا من هواء الشهيق؟ يعني الداخل ولا الخارج؟ ها؟ يعني الصوت ينتج من ماذا؟ هل من الهواء الداخل أم من الهواء الخارج؟ من الخارج. ولذلك هم لما رتبوا المخارج رتبوها من داخل، يعني أول شيء يمر عليه الهواء، الهواء طالع من الرئتين طالع لبرا، فأول شيء بيمر عليه بيمر على الحنجرة، ف يعني طبعا بعد الجوف، الجوف هذا ممتد، فرتبوا المخارج على هذا، وانت طالع بر دائما، وانت خارج الى 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 مقدم الفم، يعني دائما احنا لما نصف المخارج نبدا بالداخل ثم نتقدم الى الخارج قليلا ثم قليلا ثم حتى نصل الى الشفتين. فلذلك لما يقال اقصى الحلق يعني مما يلي الصدر، اقصى الحلق يعني مما يلي الصدر، ثم لوسطه فعين حاء، يعني نتقدم قليلا جهة اللسان قليلا فيأتينا حرف العين والإيش والحاء اللي هم وسط الإيش الحلق، ثم نتقدم قليلا يأتينا حرف الغين والخاء. أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أدناه أدنى ماذا؟ أدنى الحلق، أدنى الحلق مما يلي الفم، يعني مما يقترب من اللسان، مما يقترب من
اللسان. يعني الآن إحنا كنا بعيدين جدا عن اللسان، أول أقصى الحلق ثم وسط الحلق ثم أدناه صار قريب من الإيش؟ من اللسان. أدناه غين خاؤها، أدناه أدنى الحلق يعني مما يلي اللسان أو مما يلي الفم، هو لحرفي الغين والخاء. وهذه الحروف الستة تسمى جميعا حروف الإيش؟ الحلق. إذن في الحلق ثلاث مخارج فرعية وفيه ستة أحرف، وفيه ستة أحرف. فعندنا الغين والخاء هم من المخرج الرابع وهو أدنى الحلق أي أقربه إلى اللسان. وهذه الحروف الستة تسمى حروف إيش؟ حلقية. طيب المخرج الخامس قال والقاف أقصى اللسان فوقه، والقاف أقصى اللسان فوقه. هذا هو المخرج الخامس، هو للقاف وهي أقصى اللسان من فوق، يعني مما يحاذيها من الحنك الأعلى، مما يحاذيها من الحنك الأعلى اللي هو الحنك الإيش؟ الرخو، اللحمي الرخو. فهنا عندنا مخرج الإيه؟ القاف، وهو عند اللها هو والكاف، وبعضهم يفرق بين القاف والكاف في قربها من اللها، لا يعني لا يصفها ب انها يعني لهوي. طيب المخرج الخامس كما قلنا هو للقاف اق اق اق، وهذا عند كثير من الناس فيه اشكال، يعني كثير من الناس يقدمه يصير كانه بين القاف والكاف، ويصير فيه دائما يعني عند الكثيرين ايضا فيه همس، يعني قال يقول قال هكذا، بس طبعا المقام ليس للتوسع في هذا الامر، ويعني نوصيكم بالعوده مره اخرى لدوره الدقائق التجويديه ايضا، فيها دقائق فيها تنبيهات مهمه على دقائق الاداء فلترجعوا اليها. نصف هنا فقط المخارج لن نتوسع في الكلام على يعني العيوب التي تحصل في كل حرف. قال ثم الكاف أسفل، أسفل هنا لا يقصد أن أعلى وأسفل، لأن هذا في الصفات، يعني في الصفات الاستعلاء والاستفال هذا في الصفات، لكن يقول أما يقول أسفل هنا في المخارج يعني دونه، يعني أقرب شوية إلى مقدم الفم، يعني تقدم قليلا إلى مقدم الإيه؟ الفم، وليس هذا فوق في الدور الفوق وهذا في الدور اللي تحت، لا. وإن كان طبعا القاف مستعلية والكاف مستفلة، لكن ليس هذا المقصود، وإنما يتقدم قليلا جدا مخرج الكاف عن مخرج القاف. ويسمى هذان الحرفان حرفان لهويان لاقترابهما من اللها. طبعا القاف أقرب كثيرا إلى اللها اللي هي اللحمة المسترخية في أعلى الفم، هذه يعني القاف قريبة جدا منها، ولكن يعني جرى يعني عند أهل التجويد أن يطلقوا على القاف والكاف كليهما لهويان نسبة إلى اللها. وكلمة اللهوي والحلقي وكذا هذه أو الجوفي هذه يسموها ألقاب الحروف، يسمونها إيش؟ ألقاب الحروف. اللقب يعني قد يجمع أكثر من مخرج، اللقب الواحد قد يجمع أكثر من مخرج، وقد يكون لمخرج إيه؟ واحد. طبعا هذا بداية هذا البيت هو تتمة للكلام عن الكاف. أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافتي إذ وليا. طبعا أكثر أبيات الطيبة تجدها مشبوكة في بعضها، يعني البيت داخل في اللي بعده في اللي بعده في اللي بعده في اللي بعده، يعني أقلها هو اللي البيت يكون منفصل، يعني ما له تعلق باللي بعده من الألفاظ، لكن أكثر تجده يعني الأبيات
متشابكة في بعض، والكاف أسفله، وبعدين والوسط فجيم الشين ويا والضاد من حفته إذ وليا لدراسة، هذا تبعها إن أيسر، وفي بعضها يكون منتهي. طيب المهم هذا أسفله، طبعا اتكلمنا عن الإيه الكاف أنها أسفل من القاف، يعني دونه قليلا في باتجاه مقدم الفم، باتجاه مقدم الفم. قال والوسط، وسط إيش؟ اللسان، لأن احنا الآن بدأنا في مخرج اللسان، يعني احنا انتهينا من مخرج العام الأول الجوف، والمخرج العام الثاني اللي هو إيش؟ الحلق، والآن في المخرج العام الثالث وهو طويل اللي هو اللسان. قال أقصى اللسان فوق ثم الكاف، هذا مخرج، والكاف أسفله، هذا المخرج اللي بعده، والوسط فجيم الشين، يعني الجيم والشين والياء هذه الثلاثة من مخرج واحد وهو وسط اللسان، ويقال وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك، يقول أج أش أي، وهذه الحروف يقال إنها شجرية، وهي شجر الفم، شجر الفم يعني وسطه، شجر الفم يعني وسطه، وهو منفتح ما بين اللحيين، وقيل مجتمع، ما قيل منفتح أو مفرج ما بين اللحيين، أو قيل مجتمعهما، المهم أنه في وسط الإيه؟ في وسط الحنك، في وسط الحنك. فالجيم والشين والياء تخرج من هذا الموضع، أج أش أي، والضاد من حافته، من حافة ماذا؟ اللسان، إذ ولي الأضراسة، فإن الضاد تخرج من حافة اللسان، حافة اللسان هي الجانب، والحافة مخففة، وليست كما يقرأ بعض من يعني يحفظ الدرة الطيبة أو الجزرية من حافته، لا من حافته مخففة، من حافته إذ وليا بالتخفيف، والضاد من حافته إذ وليا لدراس من أيسر أو يمنى، لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، أي أن الضاد تخرج، وقال والضاد من حافته، يعني من حافة اللسان، يعني من جانب اللسان، هذا الجنب، هذا يمين أو يسار، قال والضاد من حافته، أي من حافة اللسان، هذا اليمنى أو اليسرى، من أيسر أو يمنى، مفروض تصير أيسر أو إيش أو أيمنى أو يسرها أو يمنى، لكن هذا لضيق النظم يعني. قال والضاد من حافته إذ ولي لدراس من أيسر ها أو يمنه، طبعا يعني هذا قدم المشهور أو يعني ما يعتبره علماء التجويد هو الأسهل في نطق الضاد، أن تكون من الإيش، من الأيسر، من الجانب الأيسر، وبعضهم قال من الأيمن، وكما قال الشاطبي وهو لديهما يعز، يعني بعضهم قال إنها تخرج من الحافتين معا، قال وهو لديهما يعني لدى الحافتين معا، إنك تقرأها في مرة واحدة من الحافتين مع بعض، وهو لديهما يعز يعني قليل. المهم أن الضاد تخرج من حافة اللسان مع الأضراس، مع الأضراس العليا، طبعا الأضراس السفلى أو الفك الأسفل يعني دخله في الحروف ضعيف، يعني سيأتينا في حاجة شيء أو شيئين فقط، لكن الأكثر تبع الفك الأعلى. فعندنا الضاد تخرج من حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا. عندنا الأسنان هنا هذان ثنيتين، عشان هذه نحتاجها في الإيش، في الشرح في المخارج،
هذه ايه الثنيتان. بعدها ماذا؟ ها الناب، هذا السن البارز هذا هو الايش الناب. اللي بعده الرباعيه. فين الناب؟ احنا الظاهر هذا الناب هو جنب الثنيتين مباشره، هذا الناب. ثم الرباعيه، تسمى رباعيه لان في كل جنب منها فوق وتحت، واحد واحد اثنين اربعه تحت. ها الرباعية، أي نعم الناب الأطول هذا، نعم الرباعية، ثم الناب اللي هو الطويل هذا، ثم بعد ذلك الضاحك. هذا الضاحك اللي يخرج يعني عند، يسمى الضاحك لأنه عند الضحك المعتدل، ها ضحك المعتدل يظهر عند الضحك المعتدل. في طبعا بعض الناس يعني يعتبرون يعني الأسنان عورة، ما يظهرون هذه الأسنان البت، يعني التبسم هذا عندهم نادر، والضحك يعني مفقود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدق، يعني بعضهم يمر عليك عابس الوجه، يا أخي ابتسم يعني ما فيها شيء، صدقة يعني صدقة مجانية ما يحتاج. فالمهم عندنا الثنيتان ثم الرباعية ثم الناب ثم اللي بعدهم هذا الإيش الضواحك الأربعة، هذه أيضا هذه عند يعني الضحك المعتدل يعني تظهر. ولما يقولون ضحك حتى بدت نواجذه، النجذ هو الأخير، النجذ هو الأخير. في عندنا الطواحين ثلاثة، ثلاثة فوق وثلاثة تحت، ثلاثة يمين وثلاثة يسار، دول 12 يعني 12 سن، ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة، وبعدين آخر شيء اللي هو الإيش النواجذ. لذلك لما يقولون حتى بدت نواجذه يعني إلى منتهى الفم، يعني الضحك الاستغراق في الضحك. المهم أن الضاد تنطق مع حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس، هذه نقطة يسمونها للضغط والارتكاز، الضغط والارتكاز على الأضراس. واحد يقول طيب أنا اللسان بيجي على الضاحك وبيجي على أي ماشي، بس الضغط بيكون على الأضراس وليس على الناب والرباعية والثنيتين. هو طبعا ما الأصل إنه ما يصل للثنيتين إلا يعني ملامسة على الخفيف، لكن الضغط كله على ايش؟ قل الضغط على الأضراس. فمن أيسر أو يمناه، واحد يقول أنا يعني تعودت مع شيخة أقرأ من اليمين، ماشي أقرأ من اليمين، لأنه قال من أيسر أو ايش يمناه. لا تقول لا، يقولون هذه أيسر، هي عليك أيسر اليمين، خلاص أنت تعودت على اليمين خليك، ما هي غلط، لكن الغلط انك تنطقها من النص. يعني في بعض الناس يقول ولا ضاء ضاء ضاء، اللي ما يعرف التجويد ما يفرق يعني اض ولا ض ولا ولض، ويسمع صوت مفخم كده كبير يقول خلاص هذه ضاء. لا هذه غير صحيحه، هذه دال مفخمه، ولا ضاء لا ضاء هذه غير صحيحه، هذه دال مفخمه ولم تنطق من إحدى الجانبين، لابد تخرج من إحدى الحافتين، إحدى الحافتين. أما نطقها من الوسط هذا معيب، هذا معيب عند أهل التجويد. فالضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى مع ما يليها من الأضراس الإيه العليا، واللي يهمنا دائما في وصف مخرج أي حرف نقطة الضغط اللي بتضغط على الحرف، وليس ما يصل إليه اللسان، لأن اللسان قد يصل إلى ما هو أبعد من الأضراس، قد يصل إلى الناب والرباعية. هذا ما هو المخرج، المخرج هو اللي بتضغط فيه. الملامسة هذه ما تعتبر في المخرج، الملامسة مجرد أن اللسان، لأن الضاد مستطيلة، فكون أن تمتد شوية إلى مخرج اللام أو كذا هذه لا يسمى مخرج، مخرج عند المكان اللي بتضغط فيه على الحرف. واللام أدناها لمنتهاها، أدنى ماذا؟ أدنى الحافة، لأن الآن هو
الضمير ضمير إيش؟ تأنيث. وكلامنا على الإيش؟ من أيسر أو يمناها. فالكلام على أدنى الحافة. فإذا اللام تخرج من أدنى حافة اللسان، تخرج من أدنى حافة اللسان. طيب إحنا عندنا الحافة هنا في الداخل هذا اللي هو للضاد، الداخل الحافة الجزء الداخلي منها لداخل الفم جوه هذا للضاد. أما جينا في المقدم هنا هذا لللام، نقدم هذا اللي هو للإيش؟ لللام، أي أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه، من أدنى حافة اللسان إلى منتهى إيه؟ طرفه، هذا للإيش؟ لللام، مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى. تقول ال 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 بعد ذلك أتى بحرفي النون والراء. والنون من طرفي تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخل. والنون على انتصابها بجعل يعني منصوبة، اجعلوا النون يعني اجعلوا النون مفعول به مقدم، وفي بعض النسخ والنون على الابتداء، وكلاهما صحيح. والنون من طرفه تحت جعلوا يعني على الابتداء، أو النون اجعلوا يعني اجعلوا النون مفعول به مقدم، وما في بأس بهذا الاختلاف. والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخل. إحنا طبعا تحت وفوق وأسفل و إلى آخره إذا جاءت مضمومة ولا نقول مرفوعة، إنما نقول إيش؟ مضمومة. إذا جاءت مبنية على الضم كبعض الظروف فإنما تبنى على الضم إيش؟ لقطعها عن الإضافة، لقطعها عن الإيش؟ الإضافة. يقول والنون من طرفه تحت، ما قال تحت تحت مخرج اللام، ها قال تحت وحذف الايش المضاف اليه، هي المفروض تحت يعني تحت مخرج الايه اللام، بس حذف المضاف اليه فاصبحت الظرف هذا تحت اصبح مقطوعا عن الايه الاضافه فيبنى على الضم، زي لله الامر ها من قبل ومن بعده. ليش من قبل ومن بعده؟ ها في إيه كان يعني مدرس قال لهم لا هذا غلط، هذا من قبلي، هذا قبل من إيه، هو لغة عربية لكنه يعني لغة عربية يعني مع جهل، يعني يعرف اللغة العربية المشهورة ما يعرف دقائق اللغة. فلله الأمر من قبل ومن بعد، هذا لقطعها عن الإضافة بعض الظروف فإنها تبنى على الإيه الضم. والنون من طرفه أو النون من طرفه تحت، يقصد تحت مخرج الإيش اللام، تحت مخرج اللام، لكنه حذف هذا وأصبحت تحت مقطوعة عن الإضافة فبنيت على الإيش الضم. وإحنا قلنا إيش المقصود بالتعبير تحت هنا في المخارج؟ ماذا ها إذا قال تحت يعني تقدم قليلا، تقدم قليلا إلى مقدم الإيه الفم، يعني أي أن النون أقرب إلى الطرف ها من الإيه اللام، لأن اللام من الجنب من الحافة كذا، أما الإيه النون في مقدم الفم في مقدم اللسان. والنون من طرفه تحت جعله يعني للأمام قليلا. إذن مخرج النون من طرف اللسان بينه وما بين ما فوق الثنايا. تقول أن أن أن. والراء يدانيه، وهذا هو المخرج الكام الحادي عشر، هذا المخرج الحادي عشر هو للراء. والراء يدانيه لظهر أدخلوا. الراء يداني ماذا؟ الهاء هنا ماذا؟ يداني مخرج النون، يداني مخرج النون أو يداني النون، لكنه قال لظهر أدخلوا، لكن مخرج الراء هو أدخل في طرف اللسان،
أدخل في طرف اللسان، وبعضهم يقول ظهر اللسان، يعني النون من هنا، أن الراء فوقها شوية، أدخل قليلا هنا، يعني ظهر اللسان، ظهر اللسان. يقال أر أر، ما تجد الصوت من الطرف نفسه من قدام، لا من فوق ومن ظهر اللسان. والراء يدانيه لظهر، أدخل يعني داخل، يعني أدخل منه، أدخل من النون قليلا في طرف اللسان. إذن الراء يخرج من طرف اللسان يداني مخرج النون، ولكنه أدخل إلى ظهر اللسان قليلا. وهذه الحروف الثلاثة تسمى الحروف الذلقية، تخرج من ذلق اللسان أي طرفه. والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. في حصل صوت مع هذا، خلينا نعيده. والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا. إذن عندنا الطاء والدال والتاء تخرج من إيش؟ من طرف اللسان، لأنه قال والطاء والدال وتاء منه الكلام على طرف اللسان. ومن عليا الثنايا، ومن عليا الثنايا، ويعني عليا الثنايا هذا يعني تقريب، وإلا فهي من أصول الثنايا، يعني في تعريف المخرج يقولون من أصول الثنايا وليست من عليا الثنايا نفسها، يعني أط ما تجي على الثنايا نفسها، اللسان ما يجي على الثنايا عند النطق بهذه الحروف الثلاثة، وإنما يأتي عند أصول الثنايا. أصول أي شيء، يعني في الأسنان يعني المنبت، المكان اللي فيه أدي الثنيتين، هذه هي الأصول اللي هي منبت الثنيتين. يقول أط، ما أقول أط يعني أني أجيب اللسان طرفه كله على الثنية، لا، إنما عند أصول الثنيتين. ويعني الثنايا تغليبا لأنه يعني في ثنايا فوق وثنايا تحت، لكن الأصل أنهما ثنيتين فقط، الثنايا العليا اثنين فقط. ومن عليا الثنايا، إذن عندنا أط أد أت، هذه الحروف الثلاثة تخرج من طرف اللسان ومن أصول الثنايا، ومن أصول الثنايا، وتسمى الحروف النطعية لأنها تخرج من نطع الغار الأعلى وهو سقفه. ثم قال بعد ذلك والصفير مستكن أو مستكن، يعني مخففة أو مشددة، هي يعني الأصل أنها مخففة. أيوة، المخرج الثالث عشر هو لحروف الصفير، وهي الصاد والزاي والسين، وهي تخرج من بين من ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى، وفويق الثنايا السفلى، وهذه أول مرة تجي بنا حاجة في الفك الأسفل. وبعضهم يقول أنها بين الثنيتين العليين، وتقول أص أس أز، ويعني كون أنه فويق الثنايا السفلى أين؟ أما يقول عندنا هذه الثنايا السفلى فويقها ما هو؟ يعني لذلك يعني تعبير المرعشي بأنه في صفحتي الثنيتين العليين قد يكون أقرب، الصوت يخرج من صفحة الثنيتين العليين ربما يكون أقرب
من حكاية فويق الثنايا. إذا أنا قلت فويق الثنايا فراغ، أنه أنا عندي ثنايا فوق وثنايا تحت، وين فويق الثنايا؟ تطلع من الفراغ؟ ما تطلع من الفراغ. وإنما الأقرب هو تعبير المرعشي اللي نقله الشيخ غانم في شرح المقدمة الجزرية، وأنها تخرج من صفحتي الثنيتين العليين أص، لكن قد يكون الصوت مش الضغط، قد يكون الصوت فيه شيء يعني يخرج من بين الثنيتين، يعني من فوق أو تحت أص أس أز كصوت، أما كضغط فالأقرب أنه من صفحتي الثنيتين العليين. وهذه تسمى الحروف الأسلية لأنها تخرج من أسلته أي مستدقه. مستدق يعني هو الطرف نفسه، بس يعني مستدق الطرف يعني أكثره دقة، يعني أرفعه في 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 الطرف. ثم استكمل وصف الحروف الصفير اللي تكلمنا عنها. من هو من فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا. طبعا كما قلنا ان الابيات يعني اكثرها متداخل في بعض. ها؟ لا شكلها هيقسمها حسن، لانه يعني انا كان عندي امال عريضه ان احنا نخلص المخارج والصفات، بس شكلنا نخلص المخارج وبس. فهو ان شاء الله الشيخ حسن يتولى تقسيمها، شوف انا معاه ان شاء الله، لانه يعني ما عاد في وقت. قال من هو من فوق الثنايا السفلى، وهذا تبع السابق يعني تبع توصيف حروف الايه الصفير. ثم قال والظاء والذال وثاء للعليا. طبعا احنا عارفين ان الشعراء يعني اباحوا لهم ما لم يبيحوه لغيرهم. طبعا هو قال الظاء والذال، ذكر اسماء الحروف كامله، والثاء اختصر فيها، حذف منها الالف واللام وحذف منها الهمزه واختصرها لضيق النظر. والظاء والذال وثاء للعليا، اي عليا؟ عليا الثنايا. قال والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما. طرفي ماذا؟ عندنا كم طرف الآن؟ آخر حاجة قلناها العليا، العليا اللي هي عليا الثنايا، تمام؟ طب والطرف الثاني؟ طرف اللسان. إذا عندنا تخرج الظاء والذال والثاء من طرفي اللسان والثنايا، يعني من طرفيهما الاثنين مع بعض، من طرف اللسان مع طرف الثنايا. تقول أظ أذ أث أظ أذ أث، ومن طرفيهما من طرفين فقط، يعني لا تخليه يجي عند ظهر الطرف، يعني لا تخلي اللسان يخرج كثيرا فيخرج بدل ما يصير من طرفيهما من طرف اللسان يصير من ظهر الطرف، لا هو من الطرف نفسه، طرف اللسان مع طرف الايه مع طرف الثنايا. أض أث أذ. ثم ذكر بعد ذلك، ترك اللسان الآن، يعني انتهينا من مخارج اللسان العشرة، وسيبدأ في أحد أو أول المخارج التي يشترك فيها أو تشترك فيها الشفتان أو الشفة السفلى. طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفا ما طرا في الثنايا المشرفة. المخرج الخامس عشر وهو باطن الشفة، الشفة السفلى. طبعا ولم ينص على السفلى، وإنما هذا يفهم أنه لا يتأتى إلا ذلك، لأنه إذا كان الثنايا المشرفة اللي فوق العليا ما تتأتى مع الشفة اللي معها، لا تتأتى إلا مع الشفة اللي تحت، فالفاء تخرج من أطراف
الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى، أف أف. ثم بعد ذلك وش هذا أحمد، ثم ذكر بعد ذلك المخرجين الأخيرين من مخارج العامة، وهما الأخيران أيضا من المخارج التفصيلية، السادس عشر والسابعة عشر. للشفتين الواو باء ميم وغنة نخرجها الخيشوم. للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. الشفتان يخرج منهما ثلاثة أحرف، يخرج منهما ثلاثة أحرف، فيخرج الواو والباء والميم، يخرج الواو والباء والميم. طبعا احنا مر بنا الياء والواو، مروا فين؟ حروف المد. ثم مرت الياء مرة أخرى في في وسط الإيش؟ اللسان. والآن عندنا الواو في ماذا؟ في الشفتين. طبعا الواو والياء اللي في الأول هي الواو والياء المادية، الواو والياء المادية. أما الياء التي مرت بنا في وسط اللسان فهي الياء اللينة التي انفتح ما قبلها، أو الياء المتحركة، يعمل أو يقول أو نحو ذلك، أو حيية مثلا هي المتحركة، فهذه التي مخرجها وسط اللسان. أما الواو التي هنا فهي الواو اللينة أو الواو المتحركة، الواو المخرج التي تخرج من الشفتين هي الواو المتحركة. وللشفتين الواو باء ميم مع الواو يكون نطق الشفتين مع انفراج، مع انفراج بينهما، أو يعني فيه ما هم منطبقتين على بعض، أو و بيكون فيه انفراج بين الشفتين. أما مع الباء والميم فإنهما مع إيه؟ انطباق، مع انطباق، أب أم. ثم قال وغنة مخرجها الخيشوم، وأي أدى مخرج الغنة هو الخيشوم. طبعا في كلام طويل في ليش ذكر الغنة هنا، والغنة ليست حرفا وإنما صفة، ولماذا تذكر هنا، فلترجعوا إليها في يعني الشروح المطولة في المخارج والصفات، وذكرنا لكم بعضها في بداية الإيش الدرس. أي أن الغنة هي مخرج، وإنما يعني أقل ما نقوله في هذا يعني اعتذارا عن الناظم بإرادها هنا، أنها مخرج النون والميم المخفتين والمدغمتين، لأن النطق يتحول عندئذ من مخرجها الفمي إلى مخرجها الأنفي. فما تقول مثلا من قبل، أو مثلا من بعد، أو نقول منكم، أو مثلا ما لهم به، عندما ننطق بالميم أو النون مثلا المخفاة أو المدغمة فإن مخرجها الفمي ينعدم، فإن مخرجها الفم ينعدم وينتقل مباشرة إلى الإيش الخيشوم. فربما من هذه الناحية أورد ذكر الخيشوم في المخارج، وبعضهم لا يذكره في المخارج. يعني بذلك يعني نكون قد يعني استعرضنا باختصار شديد وأوجزنا يعني الكلام في المخارج، وكما أحلناكم في بداية الدرس يعني من أراد التوسع في هذا الأمر فليرجع إلى الدروس والمحاضرات، وهي كثيرة يعني أشرنا إلى بعضها، وفي غيرها كثير متاح ولله الحمد، أو في شروح الجزرية الموسعة،
ومن أحسن لشروح الموسعة المحررة والمعاصرة كذلك شرح الشيخ غانم الحمد في شرح الكبير للجزرية، وأيضا له الشرح الوجيز، وفي غيره كتب قديمة فيها التفصيل المخارج والصفات وفيها الصور أيضا مفيدة. ومن المفيد أيضا كذلك يعني في تصور الأمر بشكل أفضل كتاب التجويد المصور أيضا للشيخ أيمن سويد، فهو يتميز بالاختصار مع التحرير، يعني مسائله محررة ومختصرة مع وجود الصور المساعدة في تصور الأمر. لعلنا بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية الوقت ونهاية الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.